بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. والنهارده هنتكلم عن اسرار وفوائد ازاي نعالج التهابات الظهر وخاصه التهابات العضلات بتاعه الظهر والاربطه بتاعه الظهر باستخدام النباتات الطبيه. حلقه النهارده حلقه جميله جدا، هنتكلم فيها عن اعداء العضلات اللي بيخلي العضلات بتاعتنا تضعف. هنتكلم فيها عن كمان اصدقاء العضلات زي مثلا نبات الزنجبيل، نبات القرفه، وايه الادله العلميه ورا كده. هل في أدلة علمية، هل في دراسات بتؤكد الكلام ده، ولا ده كلام عطارين يعني؟ لا طبعا، ده كلام دكاترة وكلام دكاترة تقال وكبار كمان. يلا تابعني في الحلقة النهاردة وبسم الله الرحمن الرحيم. ورقة وقلم بقى عشان الكلام اللي هنقوله كالعادة كلام مهم جدا يستاهل منك اللي انت تأيده ورايا. بص بقى يا سيدي، دايما الالتهابات بتاعة العضلات بتاعة الظهر بتكون من الحاجات اللي بتكون مزعجة جدا للمرضى اللي عندهم انزلاق غضروفي، حتى المرضى اللي ما عندهمش انزلاق. بمعنى اللي انت ممكن يكون عندك ألم شديد جدا في ظهرك وهو اصلا ما فيش انزلاق، بس كمان مأثر على الاعصاب، زي في عندنا عضلة اسمها العضلة الكمثرية كده ماشي فيها العصب الوركي، فما بيحصل التهاب شديد جدا في العضلة دي، فهي كمان بتعمل التهاب في العصب. وزي ما احنا قلنا القاعدة الطبية الأزلية، اذا التهب عضو العضو اللي جنبه يحصل برضه فيه التهاب، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم برضه قال اذا اصيب عضو تداعت له بقيه الايه الاعضاء بالايه بالسهره والحمى. تمام كده؟ فانت خلي بالك ان اي عضو في الدنيا بيحصل فيه التهاب لازم يعمل التهاب في العضو اللي جنبه. فنفس القصه العضلات بتاعه الظهر لو التهبت ممكن تعمل التهاب في الاعصاب، تبينك كانك عندك انزلاق غضروفي ولا انت عندك انزلاق غضروفي ولا حاجه، لان الدراسات بتقول لك ان في 5 مليون واحد سنويا على الاقل بيكون عندهم التهاب في العضلات، هي اللي بتكون ألم ظهرهم وهي اللي بتكون ألم اعصابهم، ولكن لا عنده انزلاق غضروفي ولا شيء. المهم يعني موضوع التهاب العضلات ده موضوع مهم جدا. طب انا عاوز اعرف انا ليه اصلا ممكن يحصل لي التهاب في عضلات ظهري؟ ليه يحصل لي الم اصلا بقى في ظهري وظهري مكسر؟ وفي بعض الاحيان زي ما قلنا ممكن ياثر على رجلي بقى لو العصب او العضله الكمثريه اللي اصيبت والعصب اللي ماشي فيها حصل فيه التهاب نتيجه العضله التهابت. اول سبب، وده سبب شائع جدا 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 جدا، شيل التقيل، الفرامل، تضرب فرمله شديده حضرتك لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، زي ما قلنا عمنا نيوتن قال وانت سايق العربيه ريلاكس اهدى بالراحه، لان انت ما هتدوس فرمله مفاجاه انت اصلا الكلام ده هيرد في ظهرك. يبقى شيل التقيل، الفرامل، وكذلك الادويه المخفضه للكوليسترول بتاع الدم. ما انت بتروح لطبيب القلب، اول دواء او اهم دواء بيكتبوه اطباء القلب طبعا بعد ما بيعملوا التحاليل وبيطمنوا ان في ارتفاع في الكوليسترول الضار، فبيكتبوا دايما دواء زي مثلا الاطور او الليبيتور او الكريستور او الكلام ده، اللي هي الادويه اللي بيستخدموها في تخفيض الكوليسترول بتاع الدم الضار. خلي بالك الدراسات بتؤكد قطعيا ان الادويه دي بتضعف العضلات بتاعه الجسم كله بما فيها عضلات الظهر. ده مش بس كده، كمان الدراسات بتقول لك، خلي بالك اقول لك الحل، انا مش هقول لك وقف الادويه دي، ده انا هقول لك هتحلها ازاي بكل بساطه. الدراسات بتقول لا، ده كمان الادويه دي ممكن بسبب اللي هي بتاكل العضلات تنزل تضعف العضله لدرجه ان العضله تتفتت وتروح تسد الكلى وتعمل كسور كلوي شديد جدا وتعمل مشاكل رهيبه جدا. ممكن تعمل كسور كلوي حاد، ولا قدر الله بعد كده ممكن تعمل كسور كلوي مزمن. يعني اذا الادويه دي بتضعف العضلات وممكن بعد كده تضعف الكلى، لانها بتكسر مكونات العضلات والمكونات دي بتروح تعمل مصيبه على الكليتين واجهاد على الكليتين وتسد الكليتين وتعمل كارثه فيها. طيب انا احل الموضوع ده ازاي؟ هل في دراسه بتقول ان في حل للادويه دي بحيث ان انا اخد الادويه بتاعتي المعتاده اللي الدكتور كاتبها لي بتاع القلب عشان خاطر تخفيض كوليسترول الدم بدون ما الادويه دي تعمل لي ضرر؟ فاكرين في الحلقه اللي فاتت ان ما احنا قلنا ان الميتفورمين او الجلوكوفاج او السودوفاج بيعمل ضرر، اللي هو الضرر بتاعه نقص فيتامين بي 12. نفس القصه الادويه دي بتعمل ضرر اللي هي بتضعف العضلات. طب ايه الحل؟ الحل في الدراسه اللي اتنشرت في امريكا في سبتمبر 2011 اللي بتقول لك لازم تستخدم فيتامين د بانتظام مع الادويه دي عشان تتجنب العرض الجانبي ده. اذا انا لو استخدمت فيتامين د طبقا للدراسه اللي اتنشرت في سبتمبر 2011 في امريكا بانتظام مع الادويه المخفضه لكوليسترول الدم، ان شاء الله ضررها هيكون بسيط جدا وما يكونش ما تعملش ضرر اصلا على العضلات وما تعمليش كمان مشاكل في الكليتين.
طيب يبقى دي اول حاجه او اول عدو للعضلات اللي هي الادويه المخفضه لكوليسترول الدم، وقلنا ازاي اللي احنا نتجنبها هذا الكلام. الحاجه الثانيه، يابا العضلات دي لحمه، انت محتاج تاكل لحمه عشان تقوي اللحمه. يعني اشوف سهله يعني، انت محتاج تاكل لحمه هبر عشان خاطر انت ذات نفسك لحمك يتبني. العضلات اللي موجوده بتاعه العجل اللي انت بتاكلها وبتقطعها اللي هي اللحمه دي، اما انت بتاكلها معدتك والحمض بتاع المعده، جزء طبعا من الهضم بتاع الاحماض الامينيه او البروتين لتفكيك البروتين وتكوين الاحماض الامينيه وامتصاصها بيتم في المعده، معدتك لازم تكون قويه عشان خاطر اما انت تاكل لحمه، لحمك هو كمان يستفيد من اللحمه دي، فعضلاتك تكون قويه. لو حصل قطع في العضلات تلتئم بسهوله، لو حصل شد عضلي شديد وعمل مشكله ولا التهاب في العضله يلتئم بسهوله والعضله ترجع زي الاول. طب انا يعني ايه اللي ممكن يخليني باكل لحمه وفي نفس الوقت برضه ضعيف وعندي ضعف في العضلات وهزيل كده وعندي هزال؟ قله حمض المعده. طب في دليل على كده؟ ايوه يا سيدي، خد بقى الدراسه رقم 2 والعدو رقم 2 للعضلات. العدو رقم 2 للعضلات هي الادويه المضاده للحموضه. كل الادويه اللي انت بتستخدمها كمضاده للحموضه زي الاوبرازول البنتابرازول، العيله دي كلها لو اتخذت كتير عن الحد فوق الشهرين، لان هي اصلا الحد الاقصى بتاعها هو شهرين، لو اتخذت فوق الشهرين بتعمل ضعف شديد في حمض المعده. فما بيحصل ضعف شديد في حمض المعده اللي بيحصل ما بهضمش اللحمه اللي باكلها. طب اما انا ما هضمش اللحمه اللي انا باكلها، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ضعف في العضلات، لان مش هيحصل تغذيه للعضلات بتاعتك باللحمه اللي انت بتاكلها. طب انا اعمل ايه عشان خاطر اعالج الموضوع ده اللي انا اقوي حمض المعده؟ الاول، الدراسه دي اتنشرت في نيوزيلندا في 2006 ان الادويه المضاده للحموضه بتعمل ضعف في العضلات لانها بتمنع هضم اللحوم وبتمنع ان البروتينات تتهضم وتروح للمكان الطبيعي بتاعها اللي هو العضلات عشان تبني لك اللحم بتاعك وتبني طبعا بقية الحاجات اللي جسمك محتاجها. طيب انا ازاي اقوي حمض المعدة؟ شوف، عشان تقوي حمض المعدة عندك ثلاث طرق. اول طريقة يا سيدي هو خلي التفاح. خلي التفاح ده يا جماعة بيتاخد كده معلقة صغيرة منه على كوباية مية كبيرة قوي، كوباية مية كبيرة قوي. ليه كبيرة قوي؟ عشان اخفف حموضته. وبعدين ممكن احط عليه معلقه صغيره عسل، وبعدين اما اجي اخده اشفطه بايه؟ اشفطه بشفاطه. ليه؟ عشان سناني. الخل على فكره بياكل السنان، يعني هياكلها ويحولها هيفرقعها، هتلاقي السنه بعد استخدام الخل كتير راحت. طيب يبقى انا اما اجي استخدم الخل معلقه صغيره، ميه كتير، معلقه صغيره عسل معاه على كوبايه ميه، واشربهم بشفاطه. اشربهم بايه؟ بشفاطه عشان سناني. ده بانتظام بعد الاكل، هتقوي لك معدتك وهتخليك تقدر ان انت تهضم الاكل الدسم اللي انت بتاكله. كلت جمبري بقى، ولا كلت حله بط بقى ومحشي، ولا كلت كوارع بقى، ولا كلت الحاجات الدسمه دي، عاوز تهضم الدسم عليك وعلى خل التفاح. ما فيش حاجه في الدنيا بتهضم الدسم بالفظاعه دي اكتر من خل التفاح. وكمان بعض النباتات الطبيه المفيده في القصه دي زي الكمون وزي برضو الزنجبيل والقرفه، زي ما نشرح في حلقه النهارده برضو. يعني انت لو عاوز تهضم اشرب قرفه، اشرب زنجبيل، اشرب خل التفاح، بس خل التفاح عليه ليمونه او عليه عسل في كوبايه ميه كبيره، ما تشربش بشفاطه. في نبات طبي جميل جدا اسمه نبات الجنطانيه. بص النبات ده له قصه. نبات الجنطانيه ده احنا عندنا بنسميه جنتيانا، مش عارف ليه اللي بيشتغلوا معانا مش عارفين ينطقوه بالاسم الصحيح، هو اسمه جنطانيا. المهم ما علينا، عندنا عشان لو جيت تتصل عندنا وتطلبه اسمه، ايوه هتقول له جنطانيا، يقول لك ايه، اقول له جنتيانا، فريح دماغك عشان بس انا بقول لك على الوصفه قبل ما تتصل. نبات الجنطانيا ده من النباتات الطبيه اللي بتقوي حمض المعده جدا. فما بيقوي حمض المعده يا جماعه، حمض المعده من احد الحاجات اللي بتعرف بيها اذا كان عندك ضعف في حمض المعده، اللي انت عندك انيميا مزمنه، اللي انت عندك ضعف مزمن، اللي انت عندك جيوب انفيه، لان الحموضه بتاعه المعده اما بتكون شديده بتقفل الصمام بتاع المعده. لكن المعده ما بتكون ضعيفه وبتطلع حمض بسيط، الصمام ده بيفتح والابخره دي بتطلع، ده حمض مولع نار، ده بيدوب الحديد. يعني انت لو رميت بص في المعده دي كوين كده، الكوين ده يدوب فظيعه، بيدوب كل حاجه. فانت خلي بالك، لان المعده دي محتاجه اللي هي تتقفل على اللي فيها، زي ما بالظبط برضه فاكرين الغضروف قلنا عاوزين نقفل على اللي فيه لانه برضه ميه نار. فانت عندك اماكن كده في جسمك فيها سوائل مرعبه،
حمض المعده دي بتزيد ازاي؟ نبات الجنطانيا ده اللي احنا قلنا اسمه برضو تاني جنتيانا عندنا احنا بس، ونبات الجنطانيا ده سمية جنطانيا نسبة لملك اسمه جنتيس. الملك ده كان ملك يا جماعة بياكل لحمة كتير، بياخد الجنطانيا ده معاه يجي يعدي بالباب ما يعرفش ليه، بسم الله ما شاء الله قد قد الطور بسبب قوته. ليه؟ لان اللحمة اللي كان بياكلها كان بيهضمها لان المعدة عنده كان قوية. رقم ثلاثة الموز. الموز بيضعف العضلات ليه؟ عشان يعني لو حصل ضعف في الاعصاب، بس برضو الموز بيقوي العضلات عشان هو بيظبط الانسولين. فانت تاخد الموز ده هو باعتدال، يعني ما تزودش منه قوي 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 لدرجه اللي انت تقعد تاكل الصباطه يعني فرجليك تنمل وعضلاتك تضعف، ولا انكش ما تاكلوش خالص فيبقى عندك نقص في البوتاسيوم. عاوزين اعتدال في النقطه دي، لان هو الموز مفيد وكل حاجه بس الاعتدال مطلوب. بلاش موز كتير قوي عشان بوتاسيوم كتير قوي، خاصه لو انت عندك التهاب في الاعصاب بيضعف الاعصاب عشان وجود البوتاسيوم فيه. الجلوتين. الجلوتين ده اللي هو ايه؟ ده المادة اللي موجودة في القمح. ايه ده؟ هو القمح بيضعف العضلات؟ اه والله القمح بيعمل ضعف شديد جدا في العضلات نتيجة بعض الاشخاص، طبعا مش كل الاشخاص اللي بياكل القمح بيحصل لهم كده، بعض الاشخاص اللي عندهم حساسية في جسمهم من القمح جسمهم بيحصل فيه ضعف شديد جدا نتيجة أكل القمح. فأنت لو عندك حساسية قمح أو شخصت بحساسية قمح أو لازم تروح تعمل التحليل بتاع حساسية قمح لو عندك نوع من أي نوع من أنواع الحساسية، خلي بالك لأن القمح هنا هيدمر لك غضاريفك وعضلاتك وهيدمر لك كمان عظمك. يلا خلينا نشوف التقرير معانا، وبعد التقرير هحكي لكم الحكاية بتاعت الزنجبيل والقرفة وإزاي نقوي العضلات بالزنجبيل والقرفة والبرتقان. يلا شوفوا التقرير وارجعوا لي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أم محمد من اسكندرية برج العرب. والله أنا كنت بعاني من المروطايت والصدفية طلعت له وكده، جالي معايا بصدفية فدخت عند الدكاترة، كل ما أسمع على دكتور أروح له، وكل العلاج اللي بجيبه مسكنات. 25 سنة بأتعالج بالمسكنات، لما ربنا كرمنا وشفنا الدكتور أحمد الله يبارك له، الله يبارك له يا رب. اما شفته وتابعت معاه على التلفزيون فروحت له، قلت للحاج انا عايز اروح له جرح له. رحت دكتور كويس ومعاه دكاتره ممتازين، دكتور سامح والدكتور محمد ودكاتره زي الفل كلك والله ما شاء الله عليهم والله يبارك لهم. فروحت ادوني علاج شهر واثنين وثلاثه بان التحسن الحمد لله، فارتحت على العلاج وعظم لم وبقيت كويسه والحمد لله. احمدك واشكر فضلك يا رب الحمد لله. دلوقتي انا الحمد لله يعني ما كنتش بقدر اخدم نفسي الحمد لله، يعني كان نفسي اقف لمؤاخذه في الحمام كده اغسل اشرب واغسل حاجه ما كنتش بقدر احصل، فالحمد لله دلوقتي يعني العلاج ده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك على الاحشاب دي. ويعني ضيعت كم مرض من عند الواحد، كان بيجيني شكة في صدري وكان بعيني ما كنتش بقدر اقعد قدام التلفزيون من غير النظارة، كل ده بسم الله ما شاء الله راه. فالأحشاب والله بقى أوصي كل واحد وكل واحدة تشوف الدكتور أحمد وتسمع له في التلفزيون والله يروح كل التعبان يروح له. أحشاب جميلة جميلة ومريحة وعاد أكنك بتشرب كوباية عصير ما فيهاش أي حاجة وحشة، وبترتاح وتنام عظمك كويس وجسمك كويس. انا دلوقتي العلاج لما خدته والله خفيت وبدات التحسن شهر في شهر بدا التحسن وبقيت نرتاح وبقيت كويس الحمد لله. يعني انا كنت مسجله بقى 5 شهور وبسجل تاني هوت الحمد لله، الصدفيه راحت خلاص والحمد لله، والمروطايت الحمد لله. احمدك واشكر فضلك يا رب والله بقى اوصي كل واحد وكل واحده تشوف الدكتور احمد لابد تروح وتجيب احشاب، الاحشاب حلوه وجميله والله جميله وبتريح اكنك بتشرب اي حاجه عاديه خالص، شاي عصير ليمون ما فيهاش اي حاجه وحش. بيكشف عليا الدكتور احمد وبيكشف عليا الدكتور التغذيه ودكتور سم النحل، وبنمر على دكاتره كويسه ومحترمه وكله باخش له، والدكتور احمد يطلب من التحاليل اخذ التحاليل واروح يشوف التحاليل النسبه ايه كويسه الحمد لله، تحسن شهر عن شهر تحسن
شهر عن شهر تحس الحمد لله، واخد العلاج بنظام واجيب العلاج زي ما بقول له وزي ما بكتب لي بأجيبه، وعلاج حلو وجميل والله، جميل والله. الله يبارك له، الله يبارك له. النهار ما شفنا الدكتور احمد ابو النصر والله كان ربنا رد لنا بالشفاء، والله انا بدعي له من قلبي. الله يبارك له، الله يبارك له وعينه وقويه على عمله. هو باصص للناس والله، والله باصص للناس وطيب. ورجعنا لكم وكنا بنتكلم عن اللي شايل الحمل، حملت الأسية، العضلات والأربطة اللي شايلين ظهرك وشدينه ومخليك صالب طولك. العضلات يا جماعة ليها ابن عم بيقويها دايما وبيخليها تبقى دايما قوية، هي الأعصاب. لو حصل ضعف في الأعصاب لازم وحتما ولابد يحصل انهيار تام في العضلات ويحصل ضعف شديد جدا في العضلات، زي ما بتشوفوا كده المرضى يا عين اللي بيحصل لهم تصلب متعدد، او المرضى اللي بيحصل لهم جلطه في دماغهم، او المرضى اللي بيحصل لهم نزيف في الدماغ، يا عيني بتلاقيهم يعني عضلاتهم ضعيفه جدا 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 جدا. كذلك المرضى الغلابه بتوع السكر، لان يا جماعه العضلات عشان تتقوى بتحتاج هرمون الانسولين. يعني انا كعضله اعتبر دي عضله معايا، العضله دي عشان يدخل لها الغذاء بتاعها اللي هي الاحماض الامينيه الجلوكوز، عشان تكون كمان الجلايكوجين اللي فيها اللي بيقويها وبيخليها تاكل وتشرب، دي محتاجه ان ما يكونش فيه مقاومه انسولين، لان الانسولين هو اللي بيدخل الاحماض الامينيه، هو اللي بيدخل السكر. فلو في مقاومه انسولين ما شيء ما مانع دخول الانسولين للعضله وتغذيتها، بتلاقي حصل رهرهه في العضلات، زي ما الناس يعني بتوع السكر تلاقي رجليهم كده حصل فيها ترهل، والثديين الست اللي عندها مقاومه انسولين او عندها ضعف شديد تلاقي حصل عندها كمان هي كمان ترهل. فدايما احنا بننصح المرضى اللي عندهم سكر، خلي بالك ان من ضمن الامراض اللي بتضعف العضلات هو مرض السكر، دايما حافظ على سكرك يكون في المعدل الطبيعي، واللي انت تسمع كلام الدكاتره في اللي هو يكون دايما سكرك مظبوط وتسمع كلام في اكلك. طيب كمل كلامنا، لان النهارده مش موضوعنا عن السكر، اما هنيجي نتكلم عن السكر هنحكي لكم حكايته من طقطق لسلام عليكم زي ما بيقولوا، بانواعه بطرق علاجه، النباتات الطبيه ممكن تفيده بايه، بالتفصيل ان شاء الله ما نيجي نتكلم في حلقات السكر، مش موضوعنا النهارده. ما زلنا بنتحدث عن اصدقاء العضلات. شوف من ضمن اصدقاء واعداء العضلات، من ضمن الاعداء هي العصبيه. انا ما ينفعش ابدا اتكلم عن العضلات وانسى ان انا اتكلم عن الهرمون اللي بياكل العضلات، هرمون الكورتيزول. أرجوك 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 محدش هينفعك إما تتعصب، كن باردا قسما بالله كن بارد، لأن ما أنت حضرتك بتتعصب جسمك بياكل عضلاتك، عارف يقولك إيه ده متعصب ده بياكل بعضه، أو والله قسما بالله العصبية فعلا بتاكل بعضك، بتاكل عضلاتك، عضلاتك بتتاكل وبتتحول لجلوكوز، الجلوكوز ده بعد كده بتحول لدهون. تخيل يعني انت لو انت اتعصبت زيادة عن اللازم وما عملتش كنترول على العصبية بتاعتك دي، زي ما انا هقول لك هتعمل كنترول ازاي عليها باستخدام النباتات الطبية، العصبية دي بتقلب ان عضلاتك تضعف وتتحول لدهون. طب خد بقى المفاجأة، اللي بيحرق الدهون اصلا هو العضلات. انت تعرف ان 95% من حرق الدهون بيتم، رقم واحد 90% وانت نايم، دي المفاجأة، وانت نايم حرق الدهون بيتم. رقم اتنين، يعني لو نمت قليل مفيش حرق دهون اصلا هتبقى تخين. رقم اتنين، لو انت عضلاتك ضعفت مفيش حرق للدهون، لان العضلات هي اللي بتحرق الدهون اصلا، بغض النظر ان في حاجات تانية كمان بتساعدك في حرق الدهون، بس لو انت المحتوى العضلي بتاعك ضعيف ما انتش هتحرق الدهون. لذلك احنا دايما بنقول للسادة اللي بيتابعونا واللي بيشرفونا، اهم حاجة القياس، سيبك من قصة الوزن، او الوزن مهم طبعا، اللي انت تظبط البادي ماس اندكس بتاعك يكون في المعدل الطبيعي، بس مش بس البادي ماس اندكس هو كل حاجة، اهم حاجة كمان القياس. فانت دايما حافظ على هرمون الكورتيزول يكون قليل عشان عضلاتك ما تتكلش. طب انا حافظ على هرمون الكورتيزول هو هرمون التوتر العصب والعصبية ازاي قليل؟ بلان اشرب بعض النباتات الطبية المتاحة ليك، زي الريحان. الريحان موجود في كل حتة، ده انت حتى تلاقيه زرعه عندك في البلكونة، زرعه عندك في الجنينة، او احنا عندنا نباتات طبية متخصصة زي نبات بقرة القديس يوحنا
وزي نبات الملسة دي كلها نباتات طبية بتقلل هرمون الكورتيزول، فبالتالي بتقوي العضلات وبتخليك قوي جدا عشان بتخليك هادي. رقم اتنين، من الأصدقاء معادن الكالسيوم والمغنيسيوم. ما ينفعش اتكلم عن العضلات الا ما اتكلم عن الشد العضلي اللي بيحصل للناس وبالاخص وهي نايمه. الشد العضلي ده يا جماعه سببه اما نقص مغنيسيوم او نقص كالسيوم. فلو انت عندك شد عضلي عليك وعلى شرب منتجات الالبان عدل، الله يبارك لك، تشرب لبن وتاكل جبنه، او اللي انت تاخد الحاجات اللي فيها نسبه عاليه من المغنيسيوم زي دم النبات. يعني الصبح تشرب لبن وبالليل تشرب دم النبات اللي هو الكلوروفيل عشان فيه نسبه عاليه من المغنيسيوم. ممكن تاكل كمان شوكولاته قبل ما تنام، ويا سلام يا حبذا لو انت تاكل رز بلبن قبل ما تنام مع حته شوكولاته. رز بلبن لو انت خدته من هنا مع حته الشوكولاته ايه اللي هيحصل؟ عضلاتك هتريح عشان اللبن فيه كالسيوم، واللبن كمان فيه مواد مهدئه، والمغنيسيوم كمان بيهدي. فهتاكل رز بلبن من هنا وهتخش تنام تاكل وتكمل رز بلبن مع الملائكه، هتحصل لك احلام جميله وانت نايم لان عضلاتك كلها هاديه. القرفة والزنجبيل، ودي اخر نباتات طبية نتكلم عنها في حلقة النهاردة، هي من النباتات الطبية اللي اتنشرت عنها دراسات اللي هي بتقوي العضلات. ودي دراسة اتنشرت في 31 ديسمبر 2013 في ايران، ان القرفة والزنجبيل شربهم بانتظام بيقوي العضلات وبيوقف التهاب العضلات. يعني انا عندي التهاب في عضلات ظهري او ما اشرب كوباية قرفة على زنجبيل هتظبط لي الدنيا. بس خلي بالك خلي بالك خلي بالك ان الزنجبيل بيزود السيولة بتاعت الدم، القرفة بتزود السيولة بتاعت الدم. الزنجبيل من النباتات الطبية اللي ممكن ترفع الضغط. فانا لو انا باخد ادوية سيولة اخلي بالي من الموضوع ده. لو انا باخد ادوية ضغط بقيس الضغط بتاعي مع استخدام الزنجبيل، لربما الزنجبيل يرفع لي ضغط الدم. اخر نصيحة خالص، وهي نصيحة ملهاش علاقة بالنباتات الطبية، ما يكون عندك الم في ظهرك والم في عضلات ظهرك ممنوع تنام على بطنك. بلاش النومة دي، نومة مضرة للظهر، بتضعف عضلات الظهر جدا. يا ريت لو سمحت لو سمحت سيادتك لو عندك ألم في الظهر تنام على ظهرك. خد بقى المفاجأة، الدراسات بتقول لك لو انت عندك ألم في ظهرك كل ما تنام زيادة كل ما الموضوع اصلا بيزيد. فلو سمحت لو انت عندك ألم في ظهرك قوم اتمشى، ولو انت هتنام تنام على ظهرك بلاش تنام على بطنك، اللهم الا في حالة واحدة فقط بنحب فيها في الطب النوم على البطن، لو في التهاب رئوي. يعني الناس يعني اللي عندهم كورونا مش عارفين يتنفسوا خليه ينام على بطنه، هتلاقي نفسه استريح شوية، بس ده مؤقت. يعني الالتهاب ده بيكون حاد يعني وقتي، وبعد كده ان شاء الله كل حاجة بترجع لطبيعتها، ترجع تنام على ظهرك تاني، او تنام زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اوصانا على جنبك اليمين، عشان لما تنام على جنبك اليمين انت هنا بتخلي الحمل كله على الاعضاء بتاعه الجنب اليمين اللي هي الكبد والمراره، وتشيل الحمل على القلب الغلبان. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد تكون عجبتكم. يا ريت اللي انت تسعدني باللي انت طبعا تشوفني على اليوتيوب. ان شاء الله في الحلقات اللي جايه هنتكلم فيها على الفقرات العمقيه. اشوفكم على خير، شكرا للقاء. ليه انا اخترت الكركمين يا جماعه؟ لان بكل بساطه 2436 دراسه وبحث معمولين عن دور الكركمين في علاج الامراض، 256 تأثير إيجابي وفايدة للجسم منشور عنهم دراسات بتؤكد فاعلية الكركمين في علاج الأمراض، 799 مرض اتعمل عنهم دراسات عن دور الكركمين في علاج الأمراض دي. كل كيلو كركم بيطلع لنا 10 جرام كركمين، يعني بكل بساطة كل طن من الكركم بيطلع 10 كيلو من الكركمين. جسمك عشان يستفاد من الكركمين بيحتاج يوميا ما لا يقل عن 1.5 جرام من الكركمين في اليوم، اللي هي بتكافئ 150 جرام من الكركم يوميا. طبعا مستحيل اللي انت تاخد 150 جرام من الكركم يوميا عشان وجود الالياف في هذا النبات، ما تقدرش. اخرك ممكن تاخد منه معلقه صغيره، نص معلقه صغيره في اليوم، لكن تقدر من الكركمين تتحمل لغايه 10 جرام في اليوم، ما عندكش مشكله خالص لانه امن تماما. سؤال مهم جدا، ازاي نقدر اللي احنا نرفع من تأثير الكركمين في الجسم، نرفع من التأثير الجيد للكركمين في الجسم؟ عندنا طريقتين في هذا الموضوع. الطريقة الاولى اللي احنا بنستخدم مع احد المواد الفعالة اللي بتكون موجودة في نبات الفلفل الاسود، اسمها مادة البيبرين او البيبرين، و
عندنا طريقة تانية أنا بفضلها، هي استخدام زيت الحبة البركة أو زيت الحبة السوداء. ليه أنا بفضل استخدام زيت الحبة السوداء أو زيت الحبة البركة؟ عشان التأثير الجيد والسحري لزيت حبة البركة أيضا في علاج الأمراض. طيب الإحصائيات بتقول إن 60% من الشعب العربي بيعاني من أمراض التهابية. عشان بس اللي احنا نبسط الموضوع، أي عضو يا جماعة عندنا في الجسم بيلتهب بيفقد وظيفته، أو وظيفته بتقل، أو وظيفته بتنعدم، أو وظيفته بيحصل فيها خلل، زي ما مثلا بيحصل التهاب في الكبد، التهاب في العضلات بتاعت القلب، التهاب في الكلى، التهاب في المفاصل، التهاب في الأعصاب. لو حصل التهاب في الكبد مزمن، الكبد بيضعف جدا، ممكن يحصل فيه تليف. لو حصل التهاب في الكلى مزمن، الكلى بتضعف جدا، ممكن يحصل فيها برضه فشل. لو حصل التهاب في القلب مزمن، في عضلة القلب مزمن، ممكن يحصل ايضا ضعف في عضلة القلب. لو حصل التهاب في المفاصل بتحصل الخشونة، عدم القدرة على الحركة. الكركمين هو الساحر بتاع الالتهاب، الساحر اللي بيوقف الالتهاب، فبالتالي بيخلي العضو يقدر يتنفس، يقدر يقوم على حيله، يحصل فيه اعادة بناء تاني، يحصل فيه اصلاح تاني. فلازم توقف الالتهاب عشان تقدر اللي انت تعالج المرض. رسالتنا ما ينفعش بيتك يكون خالي من الكركمين، هو بالنسبة لنا واحد من المواد الفعالة الطبيعية الاستراتيجية اللي ما ينفعش يكون البيت خالي من الكركمين. عشان كده احنا بنقدم لكم الكركمين بسعر بسيط جدا، كل الناس تقدر اللي هي تجيبه، كان غني كان فقير يقدر اللي هو يجيبه. طيب ايه ابرز الامراض اللي الكركمين بيساهم في علاجها؟ رقم 1 التهاب المفاصل، رقم 2 الاكتئاب الزهايمر، رقم 3 التهاب القولون ومشاكل القولون العصبي، رقم 4 السمنه الكبد الدهني، رقم 5 الامراض المناعيه الالتهابيه زي الصدفيه البهاء الروماتويد، رقم 6 بعض الاورام مع الادويه المعتاده بتاعه الاورام. رسالتنا الكركمين ما تسكنش الالم، عالجه. الكركمين عالج السبب وما تعالجش العرض. أنا كنت مريضة سكر من 20 سنة، ورحت لدكاترة كتير، رحت زقازيق ورحت مصر ورحت حتت كتير جدا، وكل أجمع على إن السكر مرض مزمن ومش هيروح، لغاية ما كنت بشوف في التلفزيون على قناة الرحمة، كنت بتفرج على برامج دينية، ففجأة لقيت قدام الدكتور أحمد أبو النصر، وكان بيقعد يتكلم على الأعشاب وكده، وإن ممكن الأعشاب تطيب ومش عارف إيه. دخلت له فداني علاج، قال لي مش على العلاج ده، والنظام الكيتوني. ففجأة بقى السكر ينزل 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 لغاية ما بقى 127. آخر مرة جيت حللت من غير أنسولين خالص، لقيته 131. جيت للدكتور هنا فقال لي مبروك أنت كده، يعني خلاص دخل على إنك تطيبي، بس لسه في حبة صغيرة في اللي هو التراكمي، ان شاء الله على الشهر اللي هتاخديه تاني هيروح ان شاء الله خالص. والحمد لله ربنا يتم شفاه على خير يا رب، انا واللي زيه، وربنا يعمل فيه الخير لكل مريض يا رب، على ايد الدكتور احمد. مطلوب وكلاء معتمدين من جميع الدول العربية والخارج، وموزعين معتمدين وتجار جملة من جميع المحافظات محليا، للاستفسارات والتواصل من خلال الرقم التالي 002-011-23-28-2000، ايميل export@herbalhousecenter.com.